إزالة مسجد شملان بن حسين الرومي. عندي مداخلة الآن مع الدكتور عادل حمد الرومي. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور. طول بعمرك دكتور. دكتور قضية إزالة ونقل مسجد شملان بن حسين الرومي، شنو آخر التطورات أو في موضوع معين صار في هذا الموقف؟ شنو ردكم على كعائلة الرومي على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يتقدم الشكر أول شيء والامتنان حق الشعب الكويتي ووقفته اللي ما زالت قاعد نشوفها ونشاهدها في برامج التواصل الاجتماعي. كذلك أنا أشكر قناة الشاهد اللي مهتمة جدا في هذا الأمر، وهذا دليل على وطنية هذه القناة وحبها للوطن. التحركات اللي تتم وما زالت لحد الآن لهذه الساعة هي أكثر من محور. المحور الأول هو إحنا سمعنا عن أساتذة في جامعة الكويت قاموا قابلوا معالي الشيخ صباح الخالد صباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وكذلك وزير الخارجية، واجتمعوا معاه وبينوا له أن القرار لهدم هذا الصرح التاريخي له أثار طمس هوية تاريخية للكويت بكبرها. كذلك في الآونة الأخيرة قام مجموعة من المحامين الوطنيين برفع قضايا ضد مجلس الوزراء وكذلك على وزير الأشغال ووزير الأوقاف كذلك لوقف قرار هدم المسجد هذا. هم كذلك عندنا كثير من المواطنين بكافة أطيافهم، وهذه يعني لحمة وطنية ما شهدناها إلا بالغزو، وكذلك الحين قاعد تكرر مرة ثانية أنهم كل موقف وقفة واحدة. كل أطياف المجتمع الآن تدش على الهاشتاج، ما زال الهاشتاج هذا نشط للساعة اللي أنا قاعد أتكلم معك فيها، ينددون ويعارضون قرار هدم هذا المسجد اللي يمثل هوية كل كويتي عايش في هذا الوطن. كذلك في تحرك من جانب أعيان البلد في إيقاف القرار الظالم هذا الذي يعتبر جريمة في حق الوطن الصراحة. قرار هدم المسجد هذا يدل دليل إضافي أن الحكومة قاعدة تتخبط في قراراتها، وسوء الإدارة قاعد يأثر حتى على الشعب، على الشارع الكويتي كذلك. واضح أن الحكومة لما بنت وسوت الشارع الدائري الأول أو وسعت الدائري الأول، وين كان مهندسينها ومستشارينها اللي مطلعين على كل صغيرة وكبيرة في هذا المكان؟ ما شافوا هذا المسجد وقال له والله هذا المسجد يعتبر بصمة تراثية، يعتبر أرث تاريخي، شلون نهدمه أو ننقله من مكان لمكان؟ كان المفروض من البداية في عند التخطيط يكون هذا الشيء موجود، ولكن احنا تعودنا أن الحكومة حكومة ترقيع وليس حكومة تخطيط، وهذا دليل العيان الكل يشوفها الحين قدامنا أن الحكومة قاعدة تتخبط في كثير من القرارات ومن ضمنها قرار هدم المسجد. أرجو من وزير الأشغال معالي السيد الحمير معاصم النظر، إعادة النظر في القرار. وكذلك صراحة صعقت من تصريح وكيل وزارة الأشغال اللي قالوا أن المسجد ما فيه إلا شبابيك وأبواب. هل يعقل أن تاريخ الكويت ما في فقط إلا شباكين وباب؟ لهالدرجة إحنا قاعد نسترخص هذا التاريخ وهذا الأرث الموجود عندنا اللي صار له 132 سنة موجود. وين قرأت عادل التصريح هذا؟ هذا موجود في أحد الصحف. موجود بأحد الصحف ها؟ طبعا وكيل وزارة الأشغال تكلمت وقالت أن المبنى ما في أي شيء أرث أو ما في أي أمور تاريخية ما عدا الشبابيك والباب أو الأبواب. أنا أرد عليها وأقول لها أول شيء، هل تعلم أن هذا المسجد صلى فيه الشيخ مبارك الكبير؟ هل تعلم هذا الشيء؟ المكان اللي 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 اللي, اللي مبنى فيه الآن أو في موقع المسجد صلى فيه كثير من أعيان البلد وشيوخها وكبار رجالات البلد هذه، فكيف ان احنا نشيله ونوديه مكان ثاني؟ يفقد حتى هويته لما توديه الى مكان ثاني. كذلك المسجد هذا يعتبر
موجود في منطقة اسمها منطقة المطبة، وهذه منطقة المطبة معلم من معالم الكويت. لما أنت تشوف تكلم الجيل القادم أو اللي بعده ويسألك والله وين المطبة؟ وين المطبة؟ شو تقول والله الشارع؟ ما بقى شيء فيها الحين أصلاً. ما فيها شيء. غير هالمسجد. ما في هذا إذا إنشاء المسجد ماكو ولا. ولا الدليل على وجود هذه المنطقة. على موجود على مكان المطبة هذه. على الأقل لما أحد يسألك من عيالك ولا حتى أي من شخص متخصص أو يبي يبحث عن أو تبي تعرف على هوية البلد يقول وين شو المطبة؟ والله روح حق. حلو. مسجد المطبة أو مسجد سملان بن علي. عادل باختصار عشان نختم. إيه. باختصار شديد انا يعني صراحه اناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بالغاء القرار من هدم المسجد شملان بن علي وايجاد حلول بديله، خاصه وان احنا دوله الكويت معروف عنها انها تدفع بذخ للدول الفقيره عشان ترمم اثارها، واحنا للاسف قاعد نكون بخلاء على دولتنا وبلدنا. الشيء الثاني واللي انا قاعد احس انه في مفارقه فيه ان الشعب الكويتي كله قاعد يتكلم عن موضوع الغاء قرار الهدم، واشوف انا رئيس مجلس الامه لم يتكلم ولم يصرح ولا حتى قال كلمه واحده ولا شفنا موقف منه، علما بانه هو رئيس مجلس بيت الشعب. واذكره في مقوله الشاعر: بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ضحوا علي كرامه، والمثل اكد لكم ويقول اللي ماله اول ماله تالي. وسلامتكم. تسلم الدكتور عادل حمد الرومي، شكرا لك على المداخله ومتابعين وياكم هذا الموضوع. تسلم متابعين هذا الموضوع. اعزائي المشاهدين بنطلع الحين ننتقل الى فقرتنا، عندنا فقره مهمه راح يكون معي المستشار الدكتور يعقوب الشطي وراح نتكلم عن خطوره العاب الانترنت وخطرها على الاطفال.